السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا في قناة إيجريك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. في الأخبار العالمية، متابعينا، وزير الخارجية الصيني اليوم يخرج خرجة غير متوقعة ويهاجم فيها الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة شرسة جدا. لأول مرة متابعينا الكرام راح نشوف فيها مسؤولين ووزراء صينيين يتهجمون على أمريكا بشكل غير طبيعي وغير عادي، حيث أن متابعين وزير الخارجية الصيني يقول للولايات المتحدة أنكم تتدخلون في شؤون الداخلية للدول الأخرى والآن تتهموننا بالدخول في شؤونكم الداخلية وفي انتخاباتكم. لأن متابعين الكرام، كانت قد الولايات المتحدة الأمريكية قد اتهمت الصين في الدخول في شؤونها الداخلية وقالت لها بأنك تتدخلين في انتخاباتنا الرئاسية. الآن الوزير الخارجية الصيني يرد على اتهامات أمريكا، يعني ليس هذا وحسب متابعينا، قال لهم أيضا أنكم قمتم باغتيال العديد من قادة الدول حول العالم من أجل مصالحكم. هذا متابعين الكلام في غاية الخطورة. وكما على بالكم متابعينا، قبل نحو أسبوع من الآن انتشر فيديو لرئيس الصيني يهين فيه أنتوني بلينكن. أنتوني بلينكن متابعين، هذا هو وزير الخارجية الأمريكي. فالعلاقة بين الدولتين متابعين في أسوأ أحوالها، وهم الآن يعني ما همش حاملين بعض نهائيا. هذا الفيديو اللي راكم تشوفوا فيه كما هو الظاهر الرئيس الصيني وهو ينتظر قدوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. فسأل الرئيس الصيني مساعد تاعه وقال له متى سيرجع هذا وزير الخارجية الأمريكي إلى بلاده، ورد عليه المساعد متابعينا قال له اليوم سيغادر. فهذا الفيديو قامت الصين بإذلال وإهانة أمريكا بشكل كبير. وبعد قليل سنشاهد ما قاله وزير الصيني وهو يتهم أمريكا بالتدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى. أما في الأخبار الجزائرية متابعينا، منظمة التغذية العالمية FOR تنشر خبرا حول أكثر الدول التي تعاني من أزمة المجاعة حول العالم، ونشرت خريطة توضح فيها الدول حول العالم اللي عندها اكتفاء ذاتي في الغذاء، وأيضا الدول التي تعاني من أزمة الغذاء. وبعد قليل متابعينا راح نشوف الخريطة مع بعض ونعرف مع بعض وضع الجزائر في هذه الخريطة. أيضا خوتي راح نشوف مع بعض بعد قليل فيديو للطلبة الأحرار في العالم، وهذه المرة سنأخذكم متابعينا في فيديو يحدث في فرنسا. هناك طلبة فرنسيين شرفاء وشجعان يرفعون صوتهم داخل الجامعات يؤازرون فيها إخواننا في فلسطين. وبخصوص القضية الفلسطينية متابعينا، هناك فيديو آخر تم تصويره اليوم لوصول مساعدات الهلال الأحمر الجزائري إلى غزة، وراح نشوف الفيديو بعد قليل للحظة وصول هذه المساعدات. أيضا في الأخبار متابعينا، هناك صحيفة الأوراس تنشر هذا الخبر تقول فيه تدشين المحطة الأرضية للبث عبر الساتل المخصصة لتوطين القنوات. أيضا متابعينا سنشاهد فيديو لتونسي مقيم على الحدود بين الجزائر وتونس يقارن بين قريته التي يسكنها والقرية الجزائرية المجاورة له، ورأيه حول الفرق بين الحياة في الجزائر وفي تونس. كانت متابعينا هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم هذا. أتمنى منكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية حتى لا تفوتكم أي معلومة مهمة. وأيضا من فضلكم متابعينا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات والضغط على زر الإعجاب، لأنه كما تعلمون متابعين القناة تتعرض إلى ضغوطات كبيرة جدا. وشكرا جزيلا لكم، ومن دون إطالة دعونا ننتقل إلى تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم. كما تشاهدون متابعينا في هذا الفيديو على هامش مشاركته في أشغال الدورة 21 للندوة الوزارية إفريقيا ودول شمال أوروبا، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بكوبنهاغن لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من الدنمارك والنرويج وجنوب إفريقيا وغانا وليبيا وكوت ديفوار وزيمبابوي وأوغندا. أما في خبر آخر متابعينا، كما تشاهدون هذا الناشط السياسي من جمهورية الصحراء الغربية متابعينا ينشر خبرا حول الجزائر ويقول اللهم بارك لأهل الجزائر في بلدهم وأرزاقهم وما أنعمت به عليهم. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تقول أن الجزائر البلد الأول إفريقيا في مجال الأمن الغذائي وتحظى بنفس مستوى تصنيفي البلدان المتقدمة صناعيا. اللهم أراد بنا أو بالجزائر شرا فرد كيده في نحره. يعني متابعينا، لو تدخلوا في هذا الموقع FOR وهو منظمة الأغذية العالمية، بالفعل نشر هذه الخريطة متابعينا.
أوكي ما راكم تشوفوا كما هو موضح باللون الأبيض، يعني هناك الجزائر وأيضا هناك أمريكا وكندا والدول الأوروبية وروسيا والصين وأستراليا، يعني هذه الدول الأكثر تقدما في العالم عندها اكتفاء غذائي ولا تعاني من أزمة المجاعة. يعني كلما اللون يزداد باللون الداكن راح تكون هناك متبعين أزمة في المجاعة، يعني كما هو موضح هناك مدغشقر وأيضا هناك اليمن والعديد من الدول الإفريقية باللون الغامق، يعني هذه الدول تعاني من أزمة في الغذاء. فهذا ما نشرته متابعينا منظمة الزراعة العالمية. أما في خبر آخر متابعينا، دعونا نشاهد ونسمع ما قاله وزير الخارجية الصيني، حيث قال سعت الولايات المتحدة إلى الإطاحة بأكثر من 50 حكومة أجنبية وتدخلت بشكل صارخ في الانتخابات في 30 دولة على الأقل. يعني متابعينا هذا رقم ضخم جدا ذكره وزير الخارجية الصيني، يقول أي تدخلت في شؤون الداخلية لـ30 دولة حول العالم، هذا رقم بالفعل ضخم. وأيضا المتابعين ماذا قال؟ قال حاولت اغتيال أكثر من 50 زعيما أجنبيا، تفاصيل في غاية الخطورة متابعين، كشفها وزير الخارجية الصيني كما ستشاهدون في هذا الفيديو. Since the end of World War II, the US has sought to subvert more than 50 foreign governments, grossly interfered in elections in at least 30 countries, and attempted assassination on over 50 foreign leaders. أيضا متابعين بخصوص المظاهرات الطلابية التي يشهدها العالم الآن وليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا في أوروبا الآن متابعين هناك مظاهرات في الجامعات الفرنسية، حيث متابعين كما تشاهدون في هذا الفيديو قاعات جامعة العلوم في باريس تهتز بهتافات مناصرة لغزة ولفلسطين كما تشاهدون في هذا الفيديو. أما في خبر آخر متابعين، هناك تونسي مقيم على الحدود بين الجزائر وتونس يقارن فيها بين قريته التي يسكن فيها والقرية الجزائرية المجاورة له. شاهدوا متابعين ما قاله هذا المواطن التونسي حول هذا الموضوع. طيب هذوما هذا دواركم نشوف فيه طبعا. هذيك الجزائر. هذيك الجزائر. شنو الفرق ما بيناتكم وانتم جيران بحضة بعضكم بالضبط؟ بحضة بعضنا وما نمشوش نحن الجزائر. باهي شنو فيهم هذوك؟ فيهم الجامع، فيهم السبيطار، فيهم القهوة عشري، فيهم الباني على الثالث. أحسن والله اسم ربي خير من تونس العاصمة. كل شيء عنده. كل شيء عنده. وعلى بعد كيلومتر ونص ما تلقى شيء. ما تلقى شيء. تلقى شيء. لا حول الله. معناها شوفوا. هاي. هذا. هذايا دوار لحنيش. هاي هذايا دوار. واللي بحذيه دوار اسمه بلادية. البلادية. هاي. به. نشوفوا شوية قدام. هاي. هذاك الحي اللي غادي. هاي. وهذا الحي اللي الموجود. هاي. تلقى فيه جامع. هاي. تلقى فيه سبيطار. تلقى فيه القهاوي. تلقى فيه كياسات. تلقى فيه الكيوسك. كل شيء. كل شيء متوفر. خليك تقول في العاصمة. اي نعم. هاوك نشوفوا هاوك الكياس. والله عبارة في العاصمة. دوما نشوفوا كياس هاوك ندخلوا هاي القرية تبدا مغادرة. ايوا. شوف. ولهنا لا فما ماء. لا ثم شيء. ولا فما قراية. ولا ثم شيء. ولا فما جامع. ما ثم. الكياس منعدم جملة. هاو التاريخ. اثنية خير منها. هاو التاريخ. أنا تعذبت مش هبطت. يا رحمة الله. شفت بعينك. شفت بعينك. معناها كيلومتر ونص. يحكم ما بين بلادي وبلادي. يا رحم الله. تحكم على الجزائر وتحكم على تونس. فرق واضح. بخصوص القضية الفلسطينية متابعين، الجزائر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية مهما حدث، لأن عبارة الجزائر واضحة، الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. اليوم متابعين وصول المساعدات الهلال الأحمر الجزائري إلى غزة، وهذا ما نشره التلفزيون العمومي الجزائري حول هذا الموضوع. بعد مرور أكثر من 207 أيام على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ما زالت الطرود الغذائية والمساعدات الإغاثية العاجلة المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الجزائري تصل تباعا إلى قطاع غزة وإلى الفلسطينيين وإلى النازحين في كل المناطق الفلسطينية. من قلب العاصمة الجزائرية
ومن قلب الجزائر لقلب غزة. تصل هذه الشاحنة بفضل الله عز وجل. طبعا كل الشكر ممنون لأهلنا في لأخواننا في جمعية الهلال الأحمر الجزائري الذي تصارع من أجل وصول هذه الشاحنة إلى أرض غزة، وفضل الله وصلت. نوزعها للأسر المحتاجة، للنازحين يعني أكثر شيء يعني. كل الشكر للشعب الجزائري اللي وقف مع أخواته الشعب الفلسطيني، لأنه الشعب الجزائري والفلسطيني أخوة. ومن الشاحنات إلى المخازن التي يتم فيها وضع تلك القروض الغذائية، ومن ثم سيتم فصلها وإرسال العديد منها إلى المناطق الشمالية في قطاع غزة. فهذه الطرود المحملة بالكثير من المواد الأساسية هي تحمل أيضا رسائل إغاثية ورسائل سياسية إلى الفلسطينيين، لأن جميعها يحتوي على العلم الجزائري، وهي من صنع جزائري خالص، وتم إرسالها عبر الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري في رسالة أن الجزائر ترسل مما تأكل ومما تشرب ومما تصنع إلى الفلسطينيين، ورغم كل المخاطر المحدقة ورغم كل المعيقات. كل الاحترام والتقدير لشعب الجزائر وللأمة العربية كلها اللي واقفة جنب الشعب الفلسطيني. احنا في غزة يعني جينا هان على رفح على أرض ما بنعرفها، فيش شغل فيش أمور فيش يعني إيش. أنا ابنه مصاب وأنا وياه عايشين هان في رفح لحالنا، يعني مين بده يعيلني؟ الحمد لله غير هذه المساعدات كان الله أعلم إيش صار في حالنا. بارك الله فيكم وإن شاء الله بميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله. أهل المليون شهيد، وطرودكم إن شاء الله وصلت بخير، والأهل غزة أهل غزة بتستحق. لا شك أن هذه الطرود الغذائية تحتوي على الكثير من المواد الأساسية التي صنعت في الجزائر، ولكن الأهم أن هذه الطرود تحمل أيضا رسائل إنسانية وسياسية إلى الشعب الفلسطيني، لأن الجزائر مع فلسطين في كل الأوقات ومهما ضاقت السبل. وسام أبزر، التلفزيون الجزائري، فلسطين. والآن متابعينا الكرام دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر، حيث دشن وزير الاتصال محمد العقاب اليوم الجمعة المحطة الأرضية للبث عبر الساتل المخصصة لتوطين القنوات. جاء ذلك بعد أن تفقد مختلف المرافق على غرار قاعات المراقبة والاستقبال والبث في ختام زيارة له بمركز المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزيوني TDR. ووقف وزير الاتصال محمد العقاب الجمعة بساحة حرية الصحافة بالجزائر العاصمة وقفة ترحم على أرواح شهداء المهنة أحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة.